يعني من تريد تجي هسه احنا، انا شفت التصريح مال المدرب يقول احنا نريد ننافس على البطوله، عكس ما كان بالبدايه يعني قبل البطوله، ما كان هذا التصريح، كان غير تصريح، لكن هسه صار عنده طموح المدرب، فريق صار عنده طموح من غلب بطل اسيا، فمن حقه يطالب لاعبينه ويطالب الفريق بانه يكون منافس على لقب البطوله. فانت من تريد تكون منافس على لقب البطوله يجب ان تحقق العلامه الكامله بالاداء والنتيجه. من تجي تغلب الفريق الفيتنامي انت عندك 9 نقاط، ف سيستم ورتم النتائج الايجابيه يستمر. تغيير الخطاب بالنسبه لكاساس متوقع بالنسبه لك؟ يعني طبيعي بعد الفوز على اليابان؟ طبعا من حقه كلش طبيعي. انا من دخلت البطوله كنت سابقا العب وديات، لعبت كاس الخليج، لعبت مباريات وديه، بس ما احتكيت هذا الاحتكاك اللي على مستوى عالي، حتى لو مهما تكون المباريات الوديه اللي لعبناها مع فرق اوروبيه، لكن هيك بطوله صعب يعني التكهن بنتائجها، لان يعني الفرق راح تجي مو نفس المباريات الوديه. فمن تجي وتغلب اليابان او اندونيسيا، اوكي غالبيهم احنا، تغلب اليابان المرشح الاول لاسيا، من حقك الثقه تزيد عندك وتصرح ايش تصريح. خلي اسال كابتن صالح بهذا السؤال، لان هو انتقد تصريحات كاساس قبل البطوله اللي قال اني ما اوعدكم ان احقق هذا اللقب، وما كان راضي على التصريح.